السلام عليكم. كي داير المول نعيم؟ بخير امور هانيه. كي داير؟ السلام عليكم خوت، مرحبا بكم معنا في سوق سبت سطات. اليوم 5/8/2022، العجل البلجيكي مليح. 8/5/2022 قلت 22. هادشي تبارك الله السابع عند منعيم. مليح ديال العجل السابع خوت، تبيعو الله يسخر مولاه من الدار، الله يسهل عليه. عطينا عند منعيم الأثمنة أخويا. هذا باش دا مولاه خلص لي 500 قال 10، يعني 490، 44 و 500. مليح مليح، ما نعودوش هذا مليح. صوب لي الكيات، صوب لي الكيات، لا 24 و 500. صوب لي الكيات 24 و 500 خوت، باش نزكيو نعطيو أثمنة صحيحة. ندوزو للثاني عند منعيم. 423 هذا. هذا الاخر هذا 22 هذا درهم بلجيكي. نمشاو الله يسهل على مولاه من يدك. 40 درهم من غير الثمن اللي قلت، من غير اللي قلتي لي شحال باش دازو؟ 40 درهم 2000 درهم باش مشاو زيرو. ولكن شكون المليح فيما عند منعيم صراحة؟ جوج كاع ملاحظوش. انا جاني الوسطان ما نعرف هذه النظره ديالي. عند منعيم الله يسخر مولاه من الدان، الله يسهل عليكم انت انتم. خلي لهم النمره باش لو بغى شي واحد شي حاجه يعيط باش يعيط. 19 78 10 78 59 59 87 87. غتحركهم دابا؟ يلا سير. سير اسيدي الله يسخر، الله يسخر. سير عند منعيم. جواد ومراد ومراد تسير اتلي نادى تاني شحي ياك يستاهل مولا عندك اصير مصطفى مليح تعاوده خليك خليك صافي يعطيهم ماشي بقول لي قول لي صافي لا والله ما تعاونتي معنا على الوقت ما كاين انا مع الدراري انا نصوروا دابا غيمشي لا مع راه مازال هنايا تبيع تبيع الحاضر ها ما تبيع الغيب ما عجل زوين الله يسخر انا عجل زوين الله يسخر نمشي نشوفوا الفراغ احنا طالعين من 8 وعد وعد والله تا غادي يجي ملايين والفلوس وانت ماك مقلوب وانت البارك هذا راه يضل في الجمعة عندكم الشهر وليتي شحال شحال صافا قولي قولي انا 54 مليون 54 مليون 54 باقي انا تزوج
نخلي لكم رقم تاع ود صالح باش نبغى شي حاجه اعطيني بعد هاد الجوج هادو الشاب تاعي اولا 560 560 يعني مليون و 10000 درهم شي زيد بزاف ماشي زيد ولكن هذا هو مؤخرا كيتثمن بزاف هما ملاح ولكن الثمن كاين خلي لكم رقم يبغى شي حاجه يتصل يلا خلي النمره 06 07 06 07 07 07 70 70 64 03 03 71 ود صالح محمد الله يسخر تبارك الله ما شاء الله اخوان مازالين في العجل الكسابي اليوم ثمانة سعي ايه الاخر وهذا الملهي مليون و 700 هاك داير التوفيق بخير ولا مليون و 54 مليون و 800 عجل الكساب اخواننا في سوق سطات التاريخ اليوم الله يسخر الجميع اللهم يسخر هذا اخوان طاليان ياك طاليان تبارك الله شحال كمال ثابته 86 300 386 19300 سواق ماشي خويا مرحبا الله يحفظك الله يبارك فيك الله يسخر كذا السوق اليوم كامل في كساب السوق غير تغن كاين تامن كاين تامن وبالنسبه للدكاله تاعي واش تاع كلشي فين ما مشيتي فين ما مشيتي التمن كاين خويا كامل الله يسهل عليك اخويا تفكوا بالرباح ان شاء الله الله يسهل عليك تبارك الله ما شاء الله بلجيكي مليحه يا اخوان ما شاء الله التمن جوج ثلاثة 21 و 500 عجل زينة خلاص كيف تشوفوا مليح الله يسخر مولاه ما بغاش يبان مولاه جاو بعد شوية من اللور باش يبان الدري ما نبينوش نحاول تبارك الله بلجيكي يا اخوي عزيز شحال عزيز جوج 20000 درهم باقي السابع عزيز تبارك الله يحفظك عبد كبير الدراري تاع الدكاله الله يسهل عليك عطاوك شي رباح عزيز ولا مازال مازال ما كاين والو والله يسهل عليكم الدراري
مسألة. توه. أكديرينا. سمير بخير. نعم. ملي يصبر. أكدير أخويا بخير. أمور هانية. الله يحفظك. واش متبتين فيها جوج 11 باش خاص 20550 باش خاص مليح عندك ونتصابو تعال صور هذا تعال صور هذا في حركه تمركه نازي وهاد الجوج اخويا عز الدين اخويا ب 40 ودا ب 32 300 ولا؟ اه 340 16000 درهم وهاد 21 و 500 كيجاك السوق في الكساب يا اخويا عز الدين عطينا واحد الخلاصه شويه غالي اليوم في الكساب زايد الثمن زايد الثمن ولي الفكان قليل بقى بنت لي بقى السلعه موجوده فعلا بقى السلعه موجوده الله يسهلك خويا عز الدين الله يسهل الدراري كاملين تحياتي لكم الاخوان ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله الله يدير الخير الله يسهل على كل واحد مازال نخليو لكم مره اخرى عاود ثاني على هذا العجل هذا مازال ما تبعش ما تبعش جبيل 11 واش خالص 06 10 10 78 78 59 59 87 87 روب القبيل والمليح دراري الله يسخر.